السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى أخوات وأحلى متابعين ومشاهدين في الدنيا. خلينا نبدأ كلامنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وبطلب من كل حبايب الجداد اللي منوريني ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل الرز بلبن، حاجة كده يعني فاخر من الآخر، حاجة ولا أجدعها محلات من بتاع بره. إن شاء الله هتشوفوا الطريقة دي وهتعتمدوها، ومش هتعملوا الرز بلبن غير بالطريقة دي، أحلى وأروع رز بلبن ممكن تاكلوه. تعال نشوفوا مقاديرنا عبارة عن إيه وهنعمله إزاي. زي ما انتوا شايفين كده انا جايبة حلة كبيرة كده هتكون حلوة عشان اعرف اعمل رز بلبن فيها كويس. جاي حاطة فيها كيلو ونص من اللبن او الحليب على حسب ما بيتسمى من مكان للتاني. كيلو ونص من اللبن حطاه يغلي على النار. انا حاطه ليه كيلو ونص؟ عشان انا عندي يعتبر يعني في حدود النص كيلو من وش اللبن او القشطه فهحطها عليها، ولكن انت لو مش عندك القشطه تقدري تحطي 2 كيلو لبن. انا عندي هنا ال 2 كيلو لبن مولع عليهم، الكيلو ونص لبن مولع عليه البوتاجاز، واول ما هيغلي معايا كده هنزل عندي بكوبايه من الرز. وعايزه اقول لكم ان ده مقدار مظبوط كويس جدا جدا للرز بلبن. يبقى الكيلو اللي بيسال عشان اطلع رز بلبن مظبوط ازاي، عندك لكل كيلو من اللبن هتحط عليه نص كوباية من الرز، وده هيطلع مقدار مظبوط. وعايز اقولك كمان مش هتستخدموا له نشا، ومش هنعمله بنشا خالص. ومعانا الخطوات اهي زي ما انتم شايفين، وهنمشي بيها واحدة واحدة مع بعض. هسيب الرز ده يغلي في حدود العشر دقايق في قلب اللبن، وبعد كده لو تاخدوا بالكم اهو انا طفيت النار عليه، هغطيه كده في الحلة بتاعته زي ما انتم شايفين، وهسيبه عندي لمدة ساعتين. وهنرجع بعد ساعتين، تعالوا بصوا بقى شوفوا وضعه عامل ازاي. بصوا هنا هو شرب اللبن. عايزه اقول لكم كمان مش مستوي في قلبه ميه، لا شارب لبن، والحجم بتاعه كمان زاد جدا واستوى. بدل ما يقعد افضل اسوي فيه في حدود اصلا يعني لو سيبناه شغال مش هيكمل سوى قبل الساعه، فالعمليه دي كمان بتسرع علينا كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان الطريقه دي من قلب مكان بيعمل المشهور كبير الرز بلبن، وبيعملوه بالطريقة دي. هبدأ أحط بس عندي رشة من الملح صغيرة جدا جدا، وعشان خاطر تظبط معايا الحلو بتاعي. هقلب كده الرز بلبن عندي زي ما انتوا شايفين، هولع بقى عليه النار على نار هادية جدا وهسيبه يستوي. هنا الرز بلبن عندي بيستوي، وعايزه اقول لكم الرز بلبن من الحاجات اللي من الوقت للتاني لازم تقلبيها. الرز بلبن من الحاجات اللي من الوقت للتاني تتقلب عشان ما تعملش قعر معاك، ويفضل ان انت تقلبي بمعلقه سيليكون عشان تلمي الحواف بتاعته كلها. هنا كده بقى عندي، بصي ده وش اللي هو الوش بتاع اللبن اللي انا بغليه، حطاه ده وش 4 كيلو طالع عندي في حدود النص كيلو، عشان كده انا حاطه كيلو ونص بس من اللبن. ده بيديله دسامه وطعم ولا اروع من كده. لو انت الظروف سامحه ان انت تقدري تشتري علبه من القشطه مفيش اي مشكله، يبقى هتستغني عن الخطوه دي. مفيش، لا كل ما هتغلي كيلو من الحليب او اللبن هتبداي اول ما هيتغليه كويس جدا جدا تدخليه التلاجه، هتلاقيه عمل الوش ده. ابداي شيل الوش وخديه حطيه في كيس من بتوع التلاجه وحطيه في قلب الفريزر، هتبداي تجمعيه كيس على كيس، هيعمل عندكم كميه كويسه. هنا زي ما انتم شايفين اهو بدا يغلي، هوطي عليه النار كويس جدا، وهنفضل نقلب فيه من الوقت للتاني. عايز اقول لكم ان هو هيتقل وهيلف كده في بعضه من غير ما نحتاج ولا نقطة من النشا. انا عمري بصراحة ما عملت رز بلبن بنشا. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا بدأ يتقل ازاي. انا بحاول افصل الكاميرا وبرجع اشغلها لكم من الوقت للتاني، وكل ما بيغلي كل ما بيتقل. اهم حاجة عندي ان التقليب المستمر. الرز بلبن من الحاجات اللي ممكن تلزق معاكي بسرعة، لا انا عايزة طول الوقت تفضلي تقلبي فيه. بصوا هنا، بصوا لو تاخدوا بالكم، بصوا عمال يتقل ازاي. عايزه اقول لكم من الحاجات كمان اللي بتعمل ماده رابطه للرز السكر. السكر لما بيتحط بيتقل الرز بلبن كمان شويه. بصوا كده، انا كده يعتبر خلاص عندي الرز بلبن استوى. بصوا تقل
وبقى لافف كده في بعضه بدون ولا معلقة من النشا. برضو الاتنين كيلو يظبط معايا قد ايه سكر؟ معايا كوباية من السكر، بيطلع سكره مظبوط جدا. يعني انت لو هتعملي كيلو لبن مع نص كوباية من الرز، استخدمي نص كوباية بنفس الكوباية اللي انت حاطة بيها الرز هتحطي بيها السكر. يا رب اقدر يعني اكون قادرة اقول لكم على كل التفاصيل بتاعة الرز بلبن. عندي هنا بقى اضافة عايزة اقول لكم حلوة جدا. هجيب بولة كده وحط فيها نص كوباية من اللبن، وهنزل عندي ده كريم شانتيه، هحط عندي معلقتين كبار كده اللي هي المعلقة الهرمية دي كده من الكريم شانتيه، بيدي طعم حلو جدا جدا للرز بلبن، وهو ده كمان اللي بيديني طعم المحلات. وعايزة اقول لكم حاجة والله اروع من الرز بلبن بتاع اجدحها محل. وزي ما قلت لكم اصلا الوصفه دي متاخده من قلب محل كبير جدا، يعني الله يبارك لصاحب الوصفه. هنا الكريم شانتيه هبدا احط عندي على الرز بلبن كده. بصوا عايزه اقول لكم ان بصوا كله بمجرد ان احنا بس رحنا عملنا الكريم شانتيه كده ضربناهم في بعض مع نص كوبايه اللبن، تحس ان الرز تقل اكتر، كل ما بيقعد على النار كل ما بيتقل بدون ولا معلقة من النشا. هنفضل نقلب فيه، اهم حاجة زي ما قلت لكم التقليب باستمرار. انا في اضافة انا بحطها، حاجة انا بحبها في طعم الرز بلبن، دي اختياري، اللي هي ماء الموارد، بس دي حاجة انا جايبها بصراحة مركزة جدا، ولذلك بصوا هتشوفوا انا واخدة نقطة واحدة نقطة كده، وفعلا انا عارفة ان النقطة دي هتعمل لي طعم رهيب في الرز بلبن. حابينها حطوها، مش حابين ده اختياري مفيش اي مشكلة. ممكن تحطي برضو باكو فانيليا او معلقة مثلا من الفانيليا، كل ده هيدي نكهات حلوة جدا. خلاص كده رز بلبن استوى وطفيت عليه. ماء الموارد دي انا بحطها في اخر حاجة، بدي تقليبة وبطفي على طول. عندي بقى هنا الكاسات الحلوة دي، عايزة تقدميه في كاسات، عايزة تقدميه في بولات، مفيش اي مشكلة، هديله كده تقليبة ونبدأ نعبي عندي الكاسات عندي بالشكل ده. عايزة اقولك لو جربت الرز بلبن ده بمشيئة الرحمن هتعتمدي الوصفة، وانا متأكدة ان انتي خلاص يعني اي وصفة للرز بلبن مش هتعمليها غير بالطريقة دي. بيكون كمان خفيف، النشا من الحاجات اللي بتخليه يتقل شوية، ويعني بحس انها مادة رابطة مزعجة بصراحة مع الرز بلبن. انا حتى البليلة او العشورة لو عملتها بصراحة بعمله بالسحلب، ما بفضلش ان انا اعمله بالنشا. وزي ما انا وريتكم برضو كده على السريع الحلة ما فيهاش اي حاجة لازقة، وهبدأ احط عندي المكسرات المشكلة على وش الرز بلبن. عايزه اقول لكم على تكه بس سريعه كده مهمه جدا، لو عايزه تحتفظي بالرز بلبن ده كمان وقت اطول واسرع في قلب التلاجة، هتجيبي الورق اللي هو الاسترتش راب، هتبداي تغلفي كل طبق بالاسترتش ده وهتدخليه التلاجة، هيقعد معاكي اكبر وقت ووشه مش هينشف ولا هيبوظ، وهتلاقي وهتاكلي احلى رز بلبن. بتمنى انكم تجربوا الوصفه، ولو في اي حد ليه وصفة او ليه حاجة معينة عايزها تتعمل يطلب مني في الكومنتات، وبمشيئة الرحمن هتتعمل في اقرب وقت وباسهل الطرق، وهتعجبكم مشيئة الرحمن. بطلب من كل حبايبي الجداد اللي بيتفرجوا عليا شرفوني باشتراككم في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.